خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه، قام البنك المركزي بطرحها، ومن خلالها يستطيع الأفراد أو الشركات أن يستثمروا أموالهم ويحصلوا على فايدة عالية بشكل مدفوع مقدما وبدون أي مخاطر. ولذلك بمجرد الإعلان عن هذه الأذونات تساءل الجميع عن كيفية شرائها وكيفية استثمار أموالهم فيها وعن قيمة الفايدة أو العائد منها، وده اللي هنجيب عنه دلوقتي من خلال تخطيطنا، كما سنوضح لكم أيضا فوائد طرح هذه الأذون على الاقتصاد في مصر. قام البنك المركزي المصري أمس الاثنين بطرح أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه، وذلك وفقا للموقع الإلكتروني للبنك. وتم طرح أذون الخزانة على شريحتين، الأولى بقيمة 22 مليار جنيه وتكون مدتها 91 يوما، والثانية بقيمة 25 مليار جنيه ومدتها 273 يوم. وتفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري على مدار العام المالي في إدارة طروحتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام الحالي وهو 2023 وأيضا 2024. وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع وأيضا على الإقراض دون تغيير عند 19.25% و 20.25%. وقبل طبعا ما نعرف إزاي ممكن إن احنا نستثمر أموالنا في أذون الخزانة، لابد أن نعرف أولا لماذا تقوم الدولة ممثلة في وزارة المالية بطرحها من خلال البنك المركزي. طبعا بتلجأ وزارة المالية من خلال البنك المركزي إلى بيع أذون خزانة أو كما يطلق عليها أدوات الدين المصرية قصيرة الأجل بشكل دوري أسبوعيا. أما المستثمرين من البنوك والأفراد والشركات والصناديق المحلية والأجنبية بهدف جمع سيولة تساعدها على سداد مصروفاتها مقابل سعر فائدة مرتفع يحصل عليه المستثمر بشكل مدفوع مقدما بدون أي مخاطر. وبتعتبر أذون الخزانة قصيرة الأجل وسندات الخزانة طويلة الأجل ضمن الأدوات المعمول بها في دول العالم لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات في ميزانيتها، كما يكون أيضا لها تأثير كبير على الاقتصاد. فمثلا في حال أراد البنك المركزي العمل على انكماش النشاط الاقتصادي يقوم برفع سعر الفائدة على أسعار أذون الخزانة ليحد من القوة الشرائية للأفراد وأيضا ليمتص أكبر سيولة متاحة في السوق عن طريق طرح عطاءات أذون الخزانة، وأيضا العكس صحيح. أيضا يكون سعر الخصم الذي تخصم به أذون الخزانة لدى البنك المركزي ويتم قطعها قبل تاريخ الاستحقاق للأفراد أو البنوك أو الشركات الحائزة لها والتي تحتاج إلى سيولة نقدية، إذا أراد البنك المركزي إحداث انكماش في النشاط الاقتصادي يقوم برفع سعر الخصم حتى لا يقبل المستثمرين أو يقبل المستثمرين على سحب قيمة الأذون قبل تاريخ الاستحقاق، وأيضا العكس صحيح. ومن جانب آخر يتم السماح بحرية التداول والتطهير والاقتراض بضمان أذون الخزانة دون قيد أو دون أي شرط. أيضا يكون حجم وكمية الأذون المطروحة للاكتتاب محسوبة بحيث لا تسمح بإغراق السوق وترك المجال أمام بدائل الاستثمار الأخرى. لسه مكملين مع حضراتكم باقي التفاصيل، وبنقول كمان أن الإجراءات الإدارية الخاصة بعملية الاكتتاب والخصم من حيث بساطتها وسهولة ومدى إمكانية السماح لمؤسسات أخرى للقيام بأعمال الوكالة عن العملاء في الاكتتاب أو الخصم أو تحويل الأذون في مواعيد استحقاقها، أو السماح لبعض البنوك في جميع المحافظات بالقيام بقبول هذا الاكتتاب. وأحد أهم الأهداف التي من أجلها تقوم الدولة ببيع أذون الخزانة هي أن أذون الخزانة تعمل على الحد من التضخم وتعمل على جذب جزء من المدخرات، كما تعمل على تقييد الائتمان عن طريق رفع سعر الفائدة ثم تمول عجز الموازنة بمدخرات حقيقية بدلا من تغطيتها بطبع أوراق البنكنوت.
واهم نقطه لازم نعرفها هي ان اسعار الفايده المقدمه على اذون الخزانه حاليا تتفوق عن اسعار الفائده المقدمه على الشهادات والودائع في البنوك من نفس الاجل، بما يزيد من جاذبيتها ويفتح طبعا شهيه المستثمرين لاستثمار اموالهم فيها بعائد مجزي دون مخاوف ودون اي مخاطر ايضا. وهنا بيجي السؤال اللي طبعا الكثير بيبحث عن اجابته، وهو كيف يتم استثمار الاموال في اذون الخزانه ذات الاجال المختلفه بعد زياده العائد عليها الى رقم قياسي يفوق المقدم في البنوك. اولا يتوجه العميل لفرع البنك التابع له للتقدم بطلب لشراء اذون خزانه مع تحديد الاجال المطلوبه. وبالنسبة لسعر الفائدة فهو يختلف حسب أجل كل أذن، وهو سعر يتم تحديده مع كل عطاء جديد ويخضع للزيادة أو النقصان حسب قرار وزارة المالية. أما دورية صرف العائد فيتم صرف العائد مقدما، وبنهاية أجال أذون الخزانة يتم استحقاق أصل المبلغ، وتكون أجال الأذون مدد قصيرة طبعا أو قصيرة الأجل، وتتنوع بين 3 شهور و6 شهور و5 شهور، وبتصل أيضا لمدة سنة، وبيسمح بكسر الأذون من اليوم الثاني من شرائها، لكن العميل بيخضع للمكسب أو الخسارة حسب أسعار السوق. وفي هذه الحالة بيخصم البنك العائد الذي حصل عليه العميل مقدما من أصل المبلغ. لسه متابعين مع حضراتكم باقي التفاصيل، وبنقول كمان انه ايضا بيمكن للعميل الاقتراض بضمانها، حيث يسمح البنك للعميل بالاقتراض بضمان طبعا الاذون بسعر فائده متباينين حسب كل بنك، لكن يزيد هذا السعر عن متوسط سعر الاقراض في المركزي بهامش ربح بسيط. وأكدت في تصريحات خاصة لصدى البلد أن أذونات الخزانة تطرح للأفراد والشركات والهيئات، وبالتالي هي وسيلة فعالة للتمويل ويتم طرحها باستمرار، فقد تطرح كل 10 أيام لتمويل عجز الموازنة. في النهاية طبعا فإن أذون الخزانة واحدة من أدوات الاستثمار الآمن ذات الفائدة المرتفعة، ودي كانت كل التفاصيل الخاصة والمتعلقة بالاستثمار في أذون الخزانة. وبكده تكون انتهت تغطيتنا، بنشكر حضراتكم جدا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.